مرحبا، سمعتي الخبر الجميل اليوم؟ نعم، إنه حقنا. وأخيرا راح نرتاح من شغل القطاع الخاص. إنني حزينة في كل مرة يقولون سيكون تعيركم مركزي ولا يحصل. لا تخافي، هذه المرة سيكون حقا تعييننا مركزي، أنا متأكدة. أضحكي مثلي وأفرحي. يا شباب، يجب أن نخرج مظاهرة. في كل مرة يقولون انتظروا الأسبوع القادم سيطلق الأمر الوزاري ولا يحصل ذلك. اطلق الأوامر الوزارية، أنا تقني طبي من حق التعيين. اطلق الأوامر الوزارية، أنا تقني طبي من حق التعيين. اطلق الأوامر الوزارية، أنا تقني طبي من حق التعيين. اطلق الأوامر الوزارية. يا رب، أي حساب ما بقت بيا. تعبنا والممثلين ما قصروا ويانا. دقيقة أكفي، وصل شعار على تلفوني. طلع تعيين، الحمد لله والشكر. وبالله شوفي يا دائرة، طلع تعيين. عزة طلع بصحة الكرخ، وين رصافة؟ الحمد لله، المهم تعيننا.